والآن جولة على المشهد الاقتصادي مع الزميل خالد أبو شقرة. خالد مساء الخير. مساء الخير شادي. منك رح نطلع على آخر الأخبار الاقتصادية اللي استجدت اليوم. صحيح. شكرا. أهلا بكم. أفادت وسائل إعلام عبرية عن اعتزام رئيس حكومة كيان العدو بنيامين نتنياهو إلغاء اتفاقية الغاز مع لبنان، وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد نقلت عن وزير الطاقة إيلي كوهين قوله: إننا نبحث عن ثغرة لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان، معتبرا أن هذا الاتفاق كان خطأ منذ البداية وسوف نحرص على تصحيحه. اتفاقية الغاز التي تتحدث إسرائيل عن إلغائها هي الاتفاقية المعروفة بترسيم الحدود البحرية التي وقعت بين إسرائيل ولبنان في 27 تشرين الأول 2022 بوساطة أمريكية، وقد نتج عن هذه الاتفاقية تراجع لبنان عن الخط 29 إلى 23 وخسارته مساحة 1430 كيلومترا مربعا وجزءا من حقل كريش، وذلك بأمل الاستفادة سريعا من حقل قانا، إلا أن نتائج الحفر أتت مخيبة للأمل ولم تصب في مصلحة لبنان. مش مستغربة هالخطوة اللي قامت فيها حكومة نتنياهو، لأنه من أوائل الأمور اللي اعترض عليها وانتقد فيها الحكومة السابقة أنذاك وقت استلم الحكم الاتفاقية التي أبرمت، وقال أنا لو كنت أنا موجود ما كنت قبلت فيها، وفينا نعمل مثل ما عملنا باتفاقية أوسلو النيمة ما حنخدها بعين الاعتبار. هن استفادوا من الاتفاقية بأنه طلعوا فيرست غاز من كريش، هن عندهم كليم على الحق الكامل، صار كتير صعب أنت كلبنان تجي طالب بنص حق الكريش. أنا برأيي نرجع نطالب بحقنا يلي هو الخط 29 وبقى نفكر مرتين قبل ما نتنازل عن أي أو نساوم على أي شبر من مياهنا يلي هي مياه الإقليمية اللبنانية. في الأثناء يفتقد النازحون من مناطق القصف أبسط مقومات الصمود خارج مناطقهم، وتنحصر المساعدات بمراكز الإيواء البالغ عددها 777 مركزا استضافت حتى 29 أيلول 116 ألف نازح من أصل مليون نازح تقريبا، ويعود هذا الأمر إلى التأخر بتطبيق خطة الطوارئ الوطنية وفقدانها للتمويل الكافي. فماذا يعني أن ترصد خطة دون أن ترفد مثلا الهيئة العليا للإغاثة أو الهيئة الناظمة لموضوع الخطة بأموال؟ بجلسة مجلس الوزراء التي حصلت في آب 2024 أي منذ أكثر من شهر، تم اتخاذ قرار مثلا بتحويل 150 مليار ليرة لصالح الهيئة العليا للإغاثة، إلا أنه المرسوم لم يصدر إلا بعد شهر أي قبل أيام من بدء الاحتياج الجوي، وكأنه الحكومة كانت راهنت على عدم حصول حرب، وهذا أمر كتير خطير. حين وضعت هذه الخطة كان يقتضي أن يكون هناك بالتزامن مع وضع الخطة أن يكون هناك مراحل، إلا أنه هذه المراحل لم تحصل. كل ما فعلته هذه اللجنة لغاية الآن هو فتح المدارس والمهنيات الرسمية، وبالتالي الخطة لم يتم تنفيذ أي جزء من أجزائها. في اقتصاد كيان العدو، توقع موقع جلوبس الاقتصادي الإسرائيلي أن ينعكس تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل سلبا على حياة الإسرائيليين، إذ أن ارتفاع كلفة الدين ستؤدي من جهة إلى رفع الضرائب لتمويل الحكومة، ومن الجهة الثانية إلى طلب المقرضين فائدة أعلى على القروض المستقبلية للتعويض عن المخاطر الأعلى. مع هذا الخبر بنكون وصلنا لختام فقرتنا. عودة إليك شادي. شكرا لك خالد.